أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يقول: ما المراد بالخلود في هذه الآية؟ طول البقاء، المراد به طول البقاء وليس الخلود الدائم، وإنما يطول بقاؤه في النار وتعذيبه في النار، فهو خلود محدد لا دائم، لأن المؤمن وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، والقاتل مؤمن لكن هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب يزاد في بقائه في النار مدة طويلة والعياذ بالله. نعم.